والمقاومة البحرينية كما أسلفت أنها جزء لا يتجزأ من المشروع الكبير الإسلامي المقاوم، سواء كان حزب الله لبنان أو أنصار الله في اليمن أو المقاومة العراقية والحشد الشعبي المقدس وباقي الأمور. والحرب القادمة إن حدث حرب بالمستقبل في مواجهة الكيان الصهيوني، حزب الله لبنان لم يبقى وحده في هذا الحرب، سيشارك في هذا الحرب في مواجهة الكيان الصهيوني كل قوى المقاومة من دون استثناء، كما أعلنت قوى المقاومة جميعا وقوفها واصطفافها إلى جنب حزب الله وقائد حزب الله المؤمن العربي العزيز كما أسماه القائد المعظم المجاهد البطل سيد حسن نصر الله حفظه الله.